مسلسل كرتون قذر بيحاول يعلم الاطفال ان هم يعبدوا الشيطان. انا هنا مش بكلمك عن مجرد مسلسل بيحتوي على مشاهد اباحيه والفاظ قذره، لا ده كمان فيه افكار الحاديه، وفوقها ان هو بيحاول يصور ان ابليس هو في الاساس ملاك بجناحات. والمسلسل زي ما انت شايف هو مسلسل كرتون للاطفال، بيعرض على منصه امازون برايم، واول حلقه منه لسه نازله من فتره قريبه. عايزك بقى يا صاحبي تركز معايا جدا، لان كل كلمه وكل مشهد في المسلسل ده وراه معنى وسر مرعب هم عايزين يوصلوه لك. يلا بينا نبدا. بسم الله. مسلسل هازبن هوتيل، قصه المسلسل الاساسيه هنفهمها من اول مشهد في المسلسل، واللي هو بالمناسبه عباره عن حكايه بدايه الخلق، واللي فيها بيقولوا ان ابليس كان في الاصل ملاك، ولكنه كان احسن من بقيه الملائكه في حاجات كتير. يعني مثلا كان عنده شويه فكر ابداعي عنه، وكان عايز يعمل حاجات اكتر. والغريب بقى هنا ان هم بيشيروا للملائكه ان هم اللي خلقوا الكون، يعني استغفر الله العظيم الكون دوت ملوش خالق، هو مجموعه ملائكه بس هم اللي عملوا كده. وكانت بدايه الخليقه زي ما احنا عارفين بادم والمفترض ان مع حواء، ولكن بقى هم هنا غيروا حاجه، لان بيقول لك ان اول امراه كانت موجوده مع ادم هي ليليث. للي ما يعرفش مين ليليث ديت، هي مفترض تبقى اول زوجه لسيدنا ادم قبل ستنا حواء، ده على اساس يعني ان الكلام ده صح. احنا طبعا ما عندناش اي حاجه في الدين الاسلامي بتثبت الكلام دوت، والمعتقدات ديت لما انا بحثت عنها اكتشفت ان هي معتقدات يهوديه. ايوه يعني اليهود مصدقين في الكلام ده، بيقولوا ان سيدنا ادم كان عنده زوجه اسمها ليليث، ولكنها ما رضتش انها تخضع لكلامه. من الاخر كده هم بيحاولوا يروجوا يا صديقي لفكره الفيمينست، وان الستات بقى يكسروا كلام ابهاتهم وكلام الرجاله بتوعهم في البيوت، ويبوظوا الاسره المسلمه زي ما احنا عارفين. لكن الموضوع ما بيقفش لحد كده. بيقول لك ان ليليث بعد ما سابت سيدنا ادم وهم نزلوا ستنا حواء مكانها، راحت حبت ابليس وهم الاثنين اتجوزوا بعض، وبعدين اكلوا من الشجره اللي هم في المسلسل بيوصفوها بشجره الاراده، وان الشجره دي بقى اللي كانت هتحرر العالم وهتخليه يبقى عالم احسن. لكن طبعا احنا عارفين الحقيقه ان الشجره ديت هي الشجره اللي ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا ادم وستنا حواء ما ياكلوش منها، واكلوا منها وتعاقبوا بان هم نزلوا الارض. لكن بقى في المسلسل مش ده اللي حصل، واللي حصل ان اللي اتعاقب هو ابليس ومعاه ليليث، واتحبسوا في الجحيم. شفت بقى كميه القذاره والالحاد والكفر اللي هم حاطينه في اول مشهد ده؟ ما يجيش 1% من اللي هحكيه لك عن باقي الحلقه. ايوه يعني اللي انت سمعته دلوقتي دوت هو اول دقيقه او دقيقتين في الحلقه بس. بتبتدي بقى احداث الحلقه وبنتعرف واحده واحده على الشخصيات الموجوده، وركز فيهم شخصيه شخصيه. الشخصيه الاولى معانا هي شخصيه تشارلي، وتشارلي ديت المفترض ان هي بنت ليليث، يعني ابوها يكون ابليس، وبنت الشيطان في المسلسل ده مطلعينها ان هي حد جميل، حد كيوت، حد هادي وحد متسامح. وبعدين بتخش عليها واحده صاحبتها اسمها فاجي، وبتقول لها ان هم عملوا اعلان للفندق اللي هي قاعده فيه، ودي بقى قصه المسلسل ان هي عامله فندق للناس الموجودين في الجحيم. الموجودين في الجحيم هم حاجه من الاثنين، يا اما شياطين يا اما حاجه اسمها مذنبين، ناس ماتوا في الدنيا وراحوا بالمعاصي بتاعتهم والذنوب ودخلوا النار. وطبعا بنشوف جهنم هناك شكلها عامل ازاي، عباره عن مدينه كلها قتل وقرف، بما ان طبعا كل الناس الموجودين هنا هم زباله البشر. وبيحصل يوم في السنه يوم اسمه الاباده، بينزل جيش كبير جدا من الملائكه وبيبيد كميه كبيره من المذنبين ومن الشياطين الموجودين في جهنم، عشان قوتهم وطاقتهم ما تعلاش فيقدروا ان هم يخرجوا للسطح. المهم ان هم بعد كده بيعرضوا على الاعلان ان هم عاملينه للفندق، وبتقول لهم لا ان الاعلان وحش جدا. وهنا بقى بنتعرف بالشخصيه اللي عامله الاعلان اللي هي اسمها اليستر، اللي هو بالمناسبه كان بيحب يبقى مذيع راديو، او كان مذيع راديو انا مش عارف، ولكن هو شيطان. وبعدين بقى بنتعرف بشخصيه ثانيه اللي هي شخصيه انجل، خد بالك ان انجل معناها ملاك. عارف بقى انجل ده لما جم يعرفوه في اول مشهد ليه قال لهم ايه؟ قال لهم ان الاعلان اللي انتم عاملينه دوت اعلان وحش، خلونا انا اعمل لكم اعلان بنفسي. وعرفهم بنفسه ان هو كان ممثل اباحي في الدنيا، يعني هو دخل النار عشان هو كان ممثل افلام اباحيه. وخد بالك من اسمه، اسمه انجل الملاك، يعني من الاخر كده بيقول لك ان الملائكه ممكن يبقوا، انت فاهم هم بيلعبوا على ايه؟ فاهم الكارثه اللي هم بيحاولوا يوصلوها لك؟ لا، وكمان في نص الكلام بيقول لها سيبيني بس اعمل اللي انا بقول لك عليه دوت، وبيشاور على اليستر اللي هو الشيطان اللي واقف جنبه اللي هو مفترض يبقى ذكر زيه. وهنا بنفهم ان هو كمان مش بس ممثل افلام اباحيه، ولكن ده كمان مثلي او شاذ. لو انت لسه ما اصطدمتش فالجاي اسوأ بقى. بعد شويه تشارلي بيجي لها مكالمه من ابوها اللي هو الشيطان، وبيقول لها انها النهارده هتروح تحضر اجتماع مع قائد جيش الملائكه. تشارلي طبعا بتفرح جدا وبتقول انها بقى عماله تغني وترقص، واثناء ما هي كانت بتغني يا صديقي انا عايزك تركز في المشهد ده، للاسف انا مش هقدر ان انا اعرضه كامل عشان حقوق الملكيه والكلام ده وما يقفلوش الفيديو، ولكن كميه القذاره الموجوده فيه انت مش ممكن تتخيلها. احنا اولا بنشوفها وهي ماشيه في المدينه، وبنشوف قد ايه هي مدينه قذره مليانه بكل انواع الفجر، لان زي ما قلت لك الناس الموجودين دول مش ملائكه، دول ناس كانوا مذنبين في الدنيا وماتوا على الحاله ديت وعلى الذنب اللي بيعملوه. فهتلاقي بقى ناس بتقتل بعضها وكميه عنف كبيره جدا منتشره، بالاضافه طبعا لان في مشاهد لناس بيمارسوا الرذيله ومشاهد كتير تانية كانك قاعد بتتفرج على فيلم اباحي، وده المفترض انه كرتون للاطفال. المهم يعني بعد ما الاغنيه بتاعتها والقرف ده بيخلص بتروح عند السفاره بتاعت الملائكه، او هم بيسموها كده، بتمشي جوه وبعدين بتخش وبتقابل رئيس جيش الملائكه.
بتقعد معاه وبتحاول تشرح له الفكره اللي عايزه تعملها. لكن بقى هنا احنا بنتعرف على الشخصيه اللي مفترض ان هو ملاك، بنلاقيه شخصيه وقحه مغروره ومتعجرفه جدا، وده محاوله منهم يا صديقي ان هم يحاولوا يوصلوا لك ان حتى الملائكه اللي انت في معتقداتك فاكر ان هم حاجه حلوه وجميله، لو هم في الحقيقه مش كده، وان الشيطان اللي احنا كلنا عارفين ان هو اكبر عاصي ربنا في الدنيا مش كده خالص، واحنا اللي ضحك علينا. وبعدين بقى تشارلي بتبتدي انها تشرح له فكرتها ان هي عايزه تعمل فندق كبير جدا وتلم فيه كل الناس الموجودين في جهنم وتخليهم يقعدوا في الفندق ويحسنوا التصرف، وبكده هيبقى عندهم فرصه ان هم يخرجوا من النار ويوصلوا للجنه. فهنا الملاك بقى بيستهزئ بيها وبيقول لها لا لا، القوانين ما بتمشيش كده، القوانين يا اما ابيض يا اما اسود، وانت بالمناسبه اخدت فرصتك اصلا في الدنيا، فلو انت جيت هنا في جهنم مفيش رجعه في القرار ده. في الوقت اللي هي بتكون قاعده معاه فيه بيكون صحابه موجودين في الفندق عمالين بيصوروا اعلان جديد، بدل الاعلان اللي هم عملوه في اول يوم وفشل منهم. المهم صاحبتها فاجي بتروح للشيطان اللي اسمه اليستر وبيعقد معاها صفقه ان هي ما تطلبش منه ابدا ان هو يطلع على التلفزيون تحت اي ظرف من الظروف، لان هو بيحب الراديو، وفي المقابل هو هيعمل لها اعلان ما حصلش. وفعلا بيعمل لها دوت. في نفس الوقت دوت بتكون تشارلي خلاص ما وصلتش لاي حاجه مع رئيس جيش الملائكه، وبياخدها يرميها بره زي الكلبه، وبتروح بقى وهي حزينه انها ما عرفتش توصل معاه لاي اتفاق. ولما بيقعدوا بقى مع بعض عشان تفرجها على الاعلان اللي هم عملوه لها بتحصل حاجه غريبه، نشره الاخبار بتقطع الاعلان اللي هم مشغلينه بتاعهم، وبيعلنوا ان سفاره الملائكه قالت ان يوم الاباده اللي هو بيحصل مره كل سنه وهيحصل بعد 176 يوم من دلوقتي بس، وده ليه بقى؟ عشان هم لقوا ملاك راسه مقطوع فهينزلوا ينتقموا منهم على اللي عملوه ده. طبعا النجاسه والقذاره اللي انت سمعتها في الحلقه كلها من اول المشاهد القذره اللي ما تنفعش للاطفال لحد الافكار الالحاديه اللي هم بيحاولوا يزرعوها في مخهم، واللي دوت في اول حلقه بس من المسلسل. يا ريت يا جماعه لو حد اتفرج على المسلسل يقول لي على اي حاجه انا ما لاحظتهاش، ويا ريت لو ننشر الفيديو دوت عشان نوعي اكبر قدر من الناس. ولو حابين ان انا اكمل في السلسله ديت واحاول احلل لكم بقيه الحلقات قولوا لي برده في الكومنتات. ويا ريت يا جماعه ما ننساش ان احنا ندعي لاهالينا في فلسطين. كان معكم محمود زايد، سلام.